بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لماذا قانون الجذب شرك؟ لأنك باختصار جعلت مخلوق وهو الطاقة الكونية والذبذبات الكونية لها قدرات الخالق، فبالتالي أنت جعلت مخلوق شريك مع الخالق العظيم. أنت مؤمن بوجود الله حقيقة، ولكنك أشركت المشرك غير الملحد. الملحد يجحد أصلا وجود الله، المشرك يؤمن بوجود الله ولكن جعل مع الله مخلوق آخر له قدرات إلهية. الاعتقاد أن هذا الكون له قدرات بحيث يتصل معك ويخلق لك القدر وينفعك ويضرك، يعتقدون أن هذه الطاقة الكونية مدركة وذكية وخلاقة وفعالة شديدة الذكاء، هكذا هم يقولون تماما. فإذا أرسلت لها الكارمات الإيجابية من النوايا الحسنة ستخلق لك المستقبل الجميل وتأتي لك بكل ما تريد، وإن أرسلت لها الكارمات السلبية وهي الذبذبات والشحنات والنوايا السلبية سترد عليك الضر وستنتقم منك بذكاء وإدراك كامل في أي وقت وفي أي لحظة في المستقبل. أسألكم بالله العظيم، إذا لم يكن هذا شركا أكبرا مخرجا من الملة، فما هو الشرك الأكبر؟ كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، وهذه الأصنام كانت رموزا لأرواح. هذه الأرواح يعتقدون أنها أرواح طاهرة وأرواح لها قدرات خاصة ولها مكانة عند الله، فكانوا يدعونها من دون الله لتعطيهم المستحيل. مثل إنسان لا يأتي بالولد لم ينجب، يذهب إليها ويطلب منها أن ترزقه بالولد. إنسان بحاجة إلى الرزق يذهب إليها ويطلب منها الرزق. إنسان بحاجة إلى أمور لا تصلح إلا لله العظيم القدير وحده لا شريك له. هذه القدرات هي فقط لله، القدرات الكونية العظيمة من خلق القدر وتدبير الأكوان، هذه كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له. لم يعطيها الله سبحانه وتعالى لأي مخلوق. حتى أنبياء الله عندما كانت تنزل عليهم المعجزات كانوا يقولون، كلهم يقولون، نحن لا نقدر هذه المعجزات بقوة الله وبإذن الله وبإرادة الله، نحن عبيد فقراء لا نستطيع. أما الآن أدخلوا علينا هذه العلوم الجديدة وسموها باسم براق فتان، حضاري شرك ولكن بلباس حضاري راقي. هذه الجماعة يسمون أنفسهم بحركة العصر الجديد، جمعوا الشركيات والوثنيات والخرافات وأدخلوها تحت هذا المسمى الجديد، وبدأوا ينشرونها في أبنائنا وبناتنا، ومع الأسف من أبناء جلدتنا أناس يروجون لهذا الكفر ولهذا العلم الهندوسي البوذي الذي لا يمت لنا بصلة، ويلبسونه غصبا اللباس الإسلامي، كمن يريد أن يجعل الخنزير حلالا يلبسونه أجمل الملابس ويضعون له أطيب العطورات وأجمل المكياج ليبدو لنا جميلا ومقبولا، ولكن في النهاية هو نجس أجلكم الله، هو خنزير. يقولون هذه علوم والكون له طاقات وأسرار، والله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، كلها مسخرة لنا. انظروا كيف يدجلون على الناس ويكذبون على الله. من الذي قال لك أن الطاقة الكونية تملك القدر؟ من؟ لماذا تكذب على الله؟ لماذا تحرف؟ ألا تعلم أن الله تعالى لعن الذين حرفوا الكتاب؟ ألا تعلم أن من أشد العقوبات التحريف والكذب على الله؟ في علم النفس يقولون كل مجرم يخلق مبررات لإجرامه لإراحة ضميره. انظروا ما كانت عقوبة أصحاب السبت الذين لفوا وداروا وحرفوا أوامر الله تعالى. اقرأوا قصة أصحاب السبت وكيف الله لعنهم وجعلهم مسخهم قردة وخنازير. الشرك شرك لن نجامل مهما زينوه ومهما لبسوه. كفار قريش إذن معهم حق كما تدعون. هذه الأرواح لها طاقات يا أخي، الروح عبارة عن ذبذبات وطاقات، وتملك وتقدر أن تخلق لك
وهناك كتب ومؤلفات في هذا الموضوع. كفار قريش يقولون آباءنا الأولين كانوا كلهم عندهم تجارب مع هذه الأصنام وعندهم خبرات ولكن الله كذب هذا كله. الآن الهندوسية البوذية عندهم مئات الكتب، مئات المؤلفات بأن الطاقة الكونية وقانون الجذب وقوة الكون، مئات المؤلفات. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنهم كاذبون، قطعوا أبناءنا وبناتنا عن الله، صاروا يقولون سأنجح 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 سأنجح. يعلمونهم إذا اقتنعت بنفسك وآمنت بذاتك إيمان قوي يقيني بأنك ستنجح، القدر سيرد عليك والكون سيرد عليك وستنجح. صارت المسألة مسألة إرسال واستقبال بينك أنت وبين الكون. أين الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أفسدتم عقائد أبنائنا، في السابق كانت الفطرة السليمة عند أبنائنا، يقولون سأنجح يا رب نجحني يا رب نجحني، سأنجح بعون الله، سأنجح بتوفيق الله. محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين يقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يعلم الصحابة كلهم التوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة والالتجاء إلى حول الله وقوته وحده لا شريك له. يدعو عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز أن القوة لله جميعا. القرآن الكريم 600 صفحة كلها تعلقنا بالله، لا يوجد ارتبط بقانون وطاقة كوني، هذا غير موجود. يا سبحان الله، الملك الأعظم فتح الأبواب لنا جل جلاله، يقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويقول سبحانه وهو معكم أينما كنتم. عندي القوة العظمى أنقطع عنها وأذهب إلى مخلوقات ذبذبات كونية ذرات كونية؟ طيب اسمعوا إلى الملك الأعظم الله جل جلاله ماذا يقول في كتابه العظيم. القرآن الكريم قوي وعظيم، يهدم الباطل ويدكه دكا. أعطيكم الدليل على خرافة وكذب هذا المعتقد. من الذي يملك الذرات الكونية؟ قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يوجد أحد في الكون يملك ذرة واحدة يشترك مع الله في ملك ذرة واحدة. ما من ذرة في ملكوت السماوات والأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا يعلمها، يقدمها يؤخرها يبديها يعيدها يخفضها يرفعها يعدمها ينفيها، إنه الله وكفى. الطاقة الكونية لا تملك نفسها أصلا، نحن أصلا لا نملك أنفسنا، جميعنا مملوكين لله الأعظم سبحانه وتعالى. وهنا ملاحظة هامة جدا جدا، ألا وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدوه. للعلم هذا ليس حديث، هذه مقولة. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وكما تعلمون أن الفأل من الأمور المطلوبة شرعا، أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وإحسان الظن بالله له أجر عظيم وله فضل كبير، والله سبحانه وتعالى يكافئ الناس الذين يصبرون ويحسنون الظن بالله في كل الظروف، لهم مكافآت ولهم عوض في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الارتباط الحقيقي، نتفائل بالله، نظن بالله الظن الجميل، كما ورد في الحديث القدسي المتفق عليه عند البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي. وفي المقابل الذي يسيء الظن بربه ويعترض ويتسخط ويقول أنا منحوس أنا مشؤوم الأبواب مغلقة بوجهي أنا ليس لي حظ أنا 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 أنا، يتسخط، هذا اعترض على قضاء الله وقدره، وهذا الإنسان معرض إلى عقوبة إلهية تنزل عليه، لقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وقوله جل جلاله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو الربط الحقيقي بالله سبحانه وتعالى،
والفأل يكون بالله، والعطاء يكون من الله، والعقوبة تكون من من؟ من الله سبحانه. هذا هو الفأل الحقيقي الشرعي، وليس كما يدعي الكذبة بربطهم لنا بالطاقة الكونية والذبذبات الكونية والكارمات وأنا والكون. الكلام في هذا المجال يطول، وبإذن الله تعالى ستكون لنا دروس أخرى مفصلة، والحمد لله رب العالمين.